هذا الشخص الذي تراه على الشاشة أمامك عندما كان طفلا سأل أباه: أبي كيف أصبح ثريا؟ فنظر الأب إليه بكل وقار وقال: يجب أن تتعلم كيف تصنع المال. مال يعني فين الجواب؟ المهم روبرت هذا سمع الجواب واتفق هو وصديقه في المدرسة على أن يتشاركا في الحصول على المال. فانطلق هو وصديقه إلى أبواب الجيران في الحي يطلبون منهم عبوات معجون الأسنان بعد نفاذها، وكانت العبوات تصنع من المعدن في ذلك الوقت. وبمجرد أن تجمع لديهم عدد جيد من العبوات قاموا بعملية تذويبها وإعادة صبها لتبدو مثل العملة المعدنية. هذا ما فهمه روبرت عندما قال له والده: اصنع المال. فقام حرفيا بذلك. عندما شاهد والد روبرت هذا التزوير فهم أن لدى طفله رغبة ملحة في الحصول على المال. أنا لو كنت مكان الأب لفهمت أنه غبي صراحة. فقال له الأب حينها بوقار أيضا: اذهب إلى والد صديقك الغني ليعلمك كيف تحصل على المال. كان والد صديقه غني جدا، وبالفعل أعطاه مجموعة دروس في الثراء جعلته اليوم يمتلك شركة لتعدين الذهب في الصين، منجم للذهب في أمريكا الجنوبية، إمبراطورية من المجمعات السكنية، إمبراطورية من ملاعب الجولف، من الفنادق الموزعة حول العالم. بل أنه ألف كتاب كامل تحت عنوان الأب الغني والأب الفقير، شرح من خلاله كيف تفكر كما يفكر 1% من الناس. الدرس الأول الذي تعلمه روبرت أن الاعتماد على الوظيفة التي تحصل عليها من شهادة ما هي مجرد حماقة وغسل للدماغ. Go to school, get a job, work hard, pay your taxes, save money, get out of debt, buy a house, and invest in the stock market. Everybody who follows that program has been brainwashed. هذا الشخص مثلا يدعى ريتشارد برانسون اضطر إلى ترك المدرسة بسبب فشله الدراسي، ولكن إذا ما قمنا بتسريع حياة هذا الطفل إلى اليوم سنجد بجانب اسمه ثروة تقدر ب 2.8 مليار دولار، بل وجزيرة يعيش بها، وشركة خطوط جوية مملوكة له، وسلسلة متاجر ضخمة تحت اسمه، وشركة بناء مركبات فضاء حتى. هذا كله وكان فاشل في دراسته، ومن لو كان نجح كان عمله. اللهم لا حسد. قد تقول كيف وصل لذلك، أنا لا أملك شيء مع أنني أيضا فاشل في الدراسة مثله. اسمع السبب. Everybody who follows that program has been brainwashed. الدرس الثاني الذي تعلمه روبرت من الأب الغني هو الابتكار في الحصول على المال. يقول روبرت أنه كان يبحث عن العقارات لشرائها من المحاكم وليس من مكاتب السماسرة، لأنه في المحكمة يكون للأشخاص التزامات وديون تجبرهم على بيع عقاراتهم بأسعار منخفضة. ولروبرت تاريخ طويل في استغلال الأزمات، حتى أنه يقال أنه جمع ثروته خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، حتى أنه قابل مرة رجل في أحد المحاكم كان يعرض منزله ب50,000 دولار، فلم يشتري البيت، فقط وضعه عند أحد السماسرة وحصل على عرض ب70,000، وضع 20 في جيبه وأعطى صاحب البيت 50 وهو في مكانه دون أن يحرك ساكنا. طبعا عندما تحاول تطبيق هذا الدرس في حياتك، الابتكار في الحصول على المال، لا بد من مراعاة الشروط الشرعية، فما فعله روبرت ربما يكون محرم شرعا. فمصائب قوم عند قوم فوائده. قبل أن أخبركم الدرس الثالث الذي تعلمه روبرت، دعني أخبرك عن منصة إيفست. إيفست هي شركة استثمارات وتداول عالمية مرخصة من قبل أعلى الهيئات العامة للرقابة المالية. يمكنك الاستثمار في الأسهم المتنوعة، وكما أخبرتكم سابقا أن هذه المنصة لها قسم تعليمي كامل في هذا المجال يمكنك التعلم منه من خلال زيارتك لموقعهم. كما يمكنك الاستثمار بدون خبرة حتى من خلال إمكانية طلب خطة استثمار مجانا من خلال الرابط في الوصف. تتميز المنصة بسهولة الاستخدام وتقديم أسهم بعمولة 0%، حتى عندما تسجل ستحصل على بونص بقيمة 100%، يعني إذا أودعت مبلغ تحصل على ضعفه للتداول به أيضا. تجد جميع الروابط في الوصف. الدرس الثالث والمهم جدا حسب رأي روبرت، والذي لا يوجد ثري في العالم إلا وطبقه، ولا يوجد فقير إلا وتجاهله: كل دولار تضعه في أصولك هو موظف يعمل لأجلك. أي أنه لا بد أن تقوم بتشغيل أموالك بدل أن تعمل للحصول عليها. أوضح لك الفكرة، ثلاث مصطلحات بسيطة: الدخل، الأصول، الالتزامات. الدخل ليس كما يعتقد أغلب الناس أنه أي مبلغ مالي يدخل عليك، بل هو ما يدخل عليك مطروحا منه التزاماتك. فلو كان دخلك 1,000 دولار ولديك التزامات ب700 دولار،
فدخلك هو فعليا $300 فقط. أما الأصل هو أي شيء تمتلكه ويدر عليك مبلغ مالي مستمر، مثل الأسهم، شقة مملوكة لك قمت بتأجيرها. بينما الالتزام هو المبلغ الذي أنت ملتزم بتسديده بشكل دوري، مثل الفواتير، اشتراك الجيم وغيرها من الاشتراكات. وركز هنا، الذي يحصل مع الفقير أنه يعمل ليل نهار ليحصل على دخل من عمله كما تشاهد، ثم تجده يصرف هذا الدخل على التزاماته فقط، فيبقى بدون أصول، أي فقير. أما الأثرياء تجدهم يقتطعون جزء من دخلهم للأصول، وما تبقى منه ينفقونه على الالتزامات كما تلاحظ على الشاشة هنا. فإذا كنت أن تنوي أن تفعل مثل ما يفعل الأثرياء وتطبق هذا الكلام علمياً، الأمر بسيط، اقتطع من راتبك مبلغاً شهرياً واحتفظ به لتستخدمه في استثمار الأصول بعد فترة، وحاول أن تلتزم في عدم استخدامه، فالأغنياء لا يمتلكون وظائف بل أصول. And the rich don't have jobs anyway. They have assets. مثلا مالك سلسلة مطاعم ماكدونالدز، هل تعلم أن عمله الأصلي هو تجارة العقارات؟ وسلسلة مطاعم ماكدونالدز ما هي إلا مجرد مشروع جانبي له، لأن أغلب دخله الذي استثمر منه في ماكدونالدز كان من أرباح الأراضي والعقارات. لذلك من وجهة نظر روبرت أنه من الطبيعي أن تعمل في وظيفة ما للحصول على رأس مال في البداية، ثم تستخدمه في الأصول ولا تنفقه على الالتزامات فقط. وصلنا للدرس الأخير والمهم جدا والذي تعلمه روبرت، اجعل وظيفتك بغرض التعلم لا المال فقط. تجد الغني إذا عرضت عليه وظيفة ما بدون أجر ربما يقبلها ليتعلم ويكتسب خبراتها، خصوصا إذا كانت في مجال اهتماماته. أما الفقير مستحيل أن يقبل عمل بدون مقابل حتى لو كان بحاجة لتلك الخبرات، لأنه لا ينظر إلى الوظيفة إلا بغرض الحصول على المال. نأتي الآن إلى النقطة الأخيرة والمفصلية في عالم المال والأعمال وبين مصطلحات الثروة والمال والثراء. قد يتسلل إلى نفسك حب المال المطلق ودون أن تشعر، حتى تجد نفسك قد بدأت تتخلى عن مبادئك وتتجاوز خطوطك الحمراء سعيا وراء المال وتحقيقا للأهداف الدنيوية. ولا يخفى على أحد أن المال قوة، ومن يملك المال يملك تقريبا كل شيء، ولكن ماذا ستفعل بهذه القوة؟ هنا مربط الفرس. فإذا كان هدفك يقتصر فقط على شراء ما تشتهيه من ملذات الدنيا ومن الجاه والمال، فأنت معرض لأن تكون عبدا للمال. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وتذكر الآية الكريمة: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.